أهلا بكم. نتحدث اليوم عن شواطئ الجني في أيسلندا برماله السوداء الداكنة. يقع الشاطئ في قرية فيك جنوب أيسلندا، معروف باسم شاطئ فيك، فهو يقع على الطريق الدائري الرئيسي المحيط بالقرية. وعلى الرغم من أن فكرة الرمال السوداء قد توحي بالرعب والانقباض، لكن العكس صحيح. ففي عام 1991 فاز الشاطئ بلقب أجمل شواطئ العالم، حيث الرمال السوداء المتلألئة عند تلاقيها مع السماء الزرقاء والمياه الفيروزية تعطي لوحة من أجمل لوحات الخالق عز وجل. فهل هو شاطئ الجن فعلاً أم هو شاطئ الحمم البركانية؟ الأساطير في القرية وكذلك القرى المحيطة تقول أن الشاطئ كان في قديم الأزل هو شاطئا عاديا، لكن الجن غضبوا من السكان المحليين في المنطقة فقاموا بسحر الشاطئ لتكون رماله سوداء، لذا أطلقوا عليه شاطئ الجن. ولكن الحقيقة التي يؤكدها علماء الجيولوجيا هو أن هذه الرمال السوداء تكونت نتيجة لثورة بركانية فوق الجبل، والذي قذف بالحمم البركانية على طول الشاطئ إلى أن المياه قد بردته وفتتته مع الزمن لتصنع من الحمم البركانية رمالا سوداء بركانية. 450 جبلا يحيطون بالشاطئ كخاتم خطبة، لكن لا تنتشر المباني أو السهول أو الطرق، بل يحيط به من كل جانب سلاسل من الجبال. نهر جليدي فوق بركان هو منظر يستحق المشاهدة. قد تتخيل جمال رؤية نهر جليدي يقطع الطريق بين سلسلة جبال شاهقة ليهبط كالشلال. فهل لك أن تتخيل روعة نهر جليدي يجري فوق بركان نصف خامد فوق شاطئ أسود الرمال؟ نعم، هذا المنظر حقيقي تماما. فالشاطئ يقع في حضن الجبال، يحيطون به من كل جانب فوق قمة جبال كاتالا. في نفس الوقت يمر من فوق الفوهة نهر جليدي صغير يهبط كالشلال في منخفض الشاطئ. جبل من الحجارة البيضاء العمودية على الشاطئ لم يأخذ هذا الشاطئ لقب الأجمل بل استحقاق، ففي كل ركن منه منظرا مبدعا، حيث تجمعت الصخور لتصنع جبلا صخريا طبيعيا هندسي الشكل. يبدو وكأنها أعمدة بيضاء رصت فوق بعضها البعض لتكون قاعدته الرمال السوداء، ليظهر تناقض اللونين جمالا فائقا. ومع جريان نهر جليدي فوق البركان، فإن النهر في فترات الشتاء يقذف كتلا جليدية، ليست كتلا جليدية فقط بل كريستالية الشكل، لتتناثر عبر الشاطئ وكأنها مئات الماسات المتلألئة فوق ثوب من الحرير الأسود. تتنوع هذه الكريستالات الثلجية المتناثرة لتتراوح بين أحجار صغيرة في حجم قبضة اليد حتى كتلة كبيرة بحجم شخص ناضج. عيون جليدية ناعمة وسط الشاطئ. تكونت في الشاطئ عددا من المنخفضات التي كونت عيونا تتجمد فيها المياه في فصل الشتاء لتصنع عيونا جليدية مصقولة ناعمة. الجبال المحيطة متلألئة بالكهوف. تتميز الجبال المحيطة بالشاطئ بامتلائها بالكهوف، والتي يرغب محبي التسلق البسيط اكتشافها. لكن الحياة البرية في المنطقة هي تحفة أخرى. هناك حياة برية مميزة في الشاطئ، حيث طيور البافن البحرية التي تصنع أعشاشها على طول الشاطئ. لتخرج الطيور الجميلة لتتهادى في موسم الصيف والربيع. أما عن الخوف من ثورة بركانية، فهناك خوف دائم من أن يثور بركان كاتالا، والذي كان آخر ثورة له في عام 1918. ففي حالة أن ثار البركان وذب الجليد الذي يغطي المنطقة بأكمله، فإن فيضانات كثيفة ستحدث مؤدية لغرق القرية بأكملها نتيجة لغزارة المياه المتوقعة. أشكركم لحسن الاستماع.
كانت هذه نبذة مختصرة عن شواطئ الجن في أيسلندا. لكن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم، كذلك الاشتراك بالقناة. أرحب باستقبال تعليقاتكم ومقترحاتكم، وألقاكم في الفيديو القادم على خير. إلى اللقاء.